على تيمنا في من شفيق؟ هذه قصة ثانية حدثت في أفغانستان في الحرب الروسية. كان واحد من الأخوة يعني من خيرة من وصل إلى أرض الجهاد، كان هذا الرجل شفيق. شفيق نعم. من أي جنسية؟ شفيق المدني كان يقولوا له. من وين هو شفيق؟ شفيق أعتقد والله أعلم جزائر، إما من السعودية أو له أصول عراقية، أعتقد شيء من هذا القبيل، أو عاش في المدينة فترة أو كذا. هذا الرجل يعني محبوب من الجميع، في يعني حالة سبحان الله نور، ومن يراه يعني يشعر بالمودة والاحترام والمحبة وكذا. فكان هذا الله يرحمه الرجل حصل غزو وهجوم من الروس، وكان الوالد في منطقة معينة، وكان الهجوم مباغت، فالأخوة ما استطاعوا أنهم يردوا هذا الهجوم، فانسحبوا، وبقى هذا الرجل يحمل الوالد من الأشياء، يأخر العدو حتى الوالد إيش ينسحب من هذا من أرض المعركة، بحيث يعني يسلم يعني. فهو فدى نفسه للوالد، فدى نفسه بهذه المسألة، وجلس على المدفعية كان أو زكياك أو مدفع رشاش، وصار يضرب على الدبابات اللي جاي عليه، فجاءت قذيفة في المدفع، فلم يبقى من لحمه وشحمه إلا الفتاة، يعني شيء يعني لا يذكر. والوالد طبعا انحاز ووصل إلى بر الأمان في ذلك الوقت. فكان هذه يعني دائما يذكر هذا الرجل، وأنا أذكر شفيق مدني، شفيق المدني، وأنا أذكر هذا الرجل شخصيا قابل سبحان الله. يعني كان شاحنات تجي قدام بيت الوالد في جدة محملة بالمؤن والمساعدات والأمور وكذا وكذا. فكان في كورة كرة قدم ولا كرة طائرة ما أعرف، أذكر ذاك الوقت، فشافني قاعد قدام البيت أتمشى رايح جاي أشوف إيش حاصل هنا، فأعطاني الكرة هذه يعني من قدر مقدار عطفه وطيبته يعني هذا الرجل يعني سبحان الله. فالوالد سمى البوت على اسم هذا الرجل، يعني وفاء له وتقدير ومعزة لهذا الرجل. وهذا الرجل كان له كرامات، ومن كراماته أنه كان يدعو الله أن لا يكون له قبر في الأرض. فهذه القذيفة جاءت وفتتته تماما حتى لم يجد له أثر، يعني سبحان الله، يعني يدفن يعني بعد ذلك.